السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض يا شباب اللوجين فورم في حالة إدخال اليوزر نيم أو الباسورد خطأ، يعني في حالة إن الباسورد اليوزر نيم مش علي والباسورد هيكون إيه خاطئ. أوكي، أول حاجة نضيف هنا ليبل، تمام، في مكان يكون واضح كده، تمام. Properties، نروح عند ال four color، نخلي اللون أحمر، تمام. وهنا خطوط كده عشان بس توضح مكانه فين على الفورم. طبعا الخط الأحمر ده أو الليبل اللي هو خطه أحمر هيكون هيدن أصلا، مش ظاهر أثناء الران تايم، يعني أول ما يشتغل على طول مش هيكون إيه؟ مش هيكون ظاهر، هيكون هيدن مخفي. أوكي، طيب عشان أعمل الكلام ده أول ما الفورم يبدأ في التحميل يبقى لازم أستخدم الإيفنت اللي اسمه إيه؟ لود، تمام. أروح عند Properties كده وأختار من فوق هنا إيه؟ My Login Form. أنا في الفورم دلوقتي، أروح عند الإيفنت وأختار Load، Load Event. طيب هنا هقول له Label، أعرف اسم الليبل هنا أو لازم أسميه الأول. Right Click Properties، أغير اسم الليبل لإيه؟ مثلا اختصار ليبل LBL، سوري LBL underscore result. اوكي، ده اسم ايه الليبل اللي استخدمه داخل الكود عشان اتحكم في ظهوره واخفائه. اوكي، نروح كاني الفورم من هنا كده، اختار الفورم، ايوه my login form event load. اول ما الفورم يبدا تحميل ده الايفنت الخاص بيه، ده الايفنت اللي بيقول اول ما الفورم يبدا ايه يحمل. اوكي، يبدا تحميل ويظهر على الشاشه. اعمل ايه؟ خلي ال LBL result dot visible equal false، خليه ايه مش ظاهر، خليه false، تمام، بالشكل ده كده. طبعا احنا في الديزاين فيو، اثناء الديزاين فيو شايفين ايه الليبل، لكن اثناء الران تايم بدا الفورم يحمل كده الليبل غير ظاهر، هيظهر لما اليوزر نيم والباسورد يكونوا خطا. نكمل الكود بتاعنا عند اللوجن هنا كده، دبل كليك، اف txt يوزر نيم ايكوال علي والباسورد 1234 لغايه رقم 6. اوكي، طيب else لو ما حصلش الكلام ده ايه اللي يحصل؟ اول شيء هقول له ايه؟ LBL result dot text يساوي between double quotation عشان text تاخد ايه data type نوعه string invalid username or password invalid username or password. ممتاز، دي رسالة الخطأ. رسالة الخطأ مش هتظهر إلا لما الليبل يظهر قدامنا على الشاشة. LBL results dot visible equal true. بالظبط بالشكل ده. أوكي، ممكن نعمل مثلا صوت مع ظهور عبارة الخطأ، مثلا console dot beep، دي عبارة عن صفارة بتطلع أو صفير بيطلع من السيستم، دي console dot beep اللي هي sound of beep through the console speaker، شايفين tool tip. أوكي، طبعا ليه overloading كتير، ممكن يتحكم في التردد بتاع إيه بتاع الصوت بتاع الصافرة دي، ممكن عدد إيه التكرار، طبعا هنتكلم عليها بعدين. أوكي، هنستخدم بس ايه الديفولت بتاع ايه بتاع الصفر اللي هو بيب من غير ايه من غير بارامتر هنا، مش هنحط اي بارامتر هنا. اوكي، طيب نجرب كده ونحط الايه اليوزر نيم خطا، لان لو حطيناه صح هيروح على الفورم الثاني ستارت سكرين. نجرب نحطه خطا، ما
مثلا علي، عندي داخل الكود هنا علي A كابيتال، بس مثلا احط علي كله كابيتال، A L I كلها كابيتال. اروح للي بعدها 1 2 3 4 5 6. طبعا اليوزر نيم او الباسورد واحد منهم خطا ما ينفعش الدخول، invalid username or password. تمام. طيب لما اجي اضغط تاني ادوس لوجن تاني، لا المفروض ايه؟ رساله ايه؟ تختفي، رساله تختفي يعني بالشكل ده. المفروض اول ما اضغط على مفتاح لوجن مره ثانيه علشان ابدا ايه؟ ادخل او ابدا ادخل يوزر نيم والباسورد، يختفي ايه؟ يختفي التول تيب بتاع invalid username or password. تمام. يبقى lpl result.txt ده اوبشن، ممكن نحطه ممكن ما نحطوش عادي خالص. اوكي سوري دوت visible equal true. قبل ما ينفذ بنرتب الكود منطقيا، قبل ما ينفذ وي تشيك اليوزر نيم والباسورد صح، اخفي لي ايه؟ اخفي لي مين؟ اللي ال ال بي ال ريزلت او الليبل اللي هيظهر ايه؟ رساله الخطا. شوف كده تاني، اي اسم اي يوزر نيم invalid يوزر نيم اور باسورد. طيب ندخل صحيح علي، وهنا 1 2 3 4 5 6 لوجن. بيختفي الفورم اصلا، ما بلحقش ايه اشوف هل ال 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 بي ال ريزلت هيختفي او لا. اذا انا قلت دي ايه اوبشن، احنا بس بنتعلم ازاي نرتب الكود لوجيكال ايه داخل ايه داخل الفورم بتاعي. اوكي الفيديو الجاي هيشتغل على التاسك التالي. الفيديو اللي جاي هيشتغل على التاسك ده 1 2 3 4 5 6. اوكي ده التاسك بتاعنا. انا يكون في عندي مثلا ده يعني مثال حقيقي او صغير لكوفي شوب مثلا. هنا عندي المشروبات بتاعتي، قائمه المشروبات، هنا البيل او الفاتوره هيتحكم في ظهورها في وسط الشاشه طبعا. اوكي هنا هيكون عندي الطلبات، هنا هيظهر التوتال، وهنا لما اضغط على بيل هيظهر ايه؟ هتظهر الفاتوره دي، المفروض اصلا ما تكونش ظاهره. طبعا لسه هنناقشها بالتفصيل. ملخص الموضوع، هنختار مثلا مشروبات كده امريكان كافي. تمام ابدا ادوس على بيل، المفروض هيعد هنا الطلبات ويظهرها فين؟ في الداتا جريد فيو الناحيه الثانيه بالشكل ده. عندي امريكان كافي 3 وعندي تركش كافي 3 وحساب كل ايه؟ صنف لوحده، وفي الاخر يظهر لي ايه؟ التوتال اللي هو هنا بالظبط. اوكي ده التاسك بتاعنا او التارجت اللي احنا عايزين نوصل له. التاسك هنقسمه على كذا تاسك وهنشرح كل تاسك بالتفصيل. اوكي شباب، قبل ما نشرح كل تاسك بالتفصيل هنناقش بعض الامور زي الاري، ازاي اعمل اري او مصفوفه داخل السي شارب، ازاي انقل عناصر المصفوفه للتكست بوكس، ازاي انقل عناصر المصفوفه للليست بوكس، ازاي انقل عناصر المصفوفه للداتا جريد فيو. كل ليست بوكس، تكست بوكس، داتا جريد فيو كلها كنترولز او تولز عندي موجوده داخل داخل فيجوال ستوديو بستخدمها وبنقل الكلام لها او بنقل العناصر لها. كل ده هنشرحه بالتفصيل. ازاي نستخدم التايمر لعرض عناصر المصفوفه عنصر عنصر، يعني يظهر العناصر عنصر عنصر مش كلها مره واحده. كل ده هنتكلم عنه في الفيديوهات الجايه. ارجو التركيز والتطبيق كل فيديو على حده. السلام عليكم.